واختار افضل عمل يعني. تعالوا نشوف الفيديو اللي هتشوفوه ده للاذان من داخل الكنيسة، يعني اللي هو يعني مصر هي بلد التسامح، هذا التجانس لا مثيل له في اي دولة من دول العالم، وهذا التماسك هذا التجانس هو الذي يحفظ لمصر قوتها ووحدتها، بيتجلى واضحا في هذا المشهد اللي كان من يومين بالظبط. نتمنى انها دائما تؤكد قيمة التسامح والتجانس اللي بتعيشه مصر دائما. استاذ علاء غزالي اللي رفع الاذان داخل الكنيسة بهذا الشكل، استاذ علاء اهلا بيك. اهلا وسهلا زوائل. لسه بقول المشهد مبهر وبديع جدا، فيها اللحمة الوطنية وفي شهر رمضان، ونجد هذه الطقوس اللي بتدل على الوحدة الوطنية التي لا تحتاج إلى كلام، يعني الصورة تعبر يعني. نعم. تفضل تفضل أستاذ علاء تفضل. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أنتم طيبين ومصر والعالم أجمع في خير وسلام. القبل قمولة القرية في قلب صعيد مصر التي تضرب أروع الأمثال، وأنا بشكر شكر خاص العاشرة مساء التي تسلط الضوء على هكذا أمور لا تنتج إلا من محبة خالص. تعود مسلمي وأقباط الجد جمولة التشارك الدائم في كل المناسبات، مناسبات إسلامية ومناسبات مسيحية، وهذا إن دل فإنما يدل على محبة خالصة بعيدة عن كل زيف ورياء. يمكن احنا تعودنا في قرية تقطع في قلب صعيد مصر منذ القدم بأن المناسبة إن كانت مسيحية تجد المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وإن كانت إسلامية تجد الأخوة المسيحيين مع المسلمين لا تستطيع أن تفرق بين هذا وذاك، والفاضل في ذلك يعود لله سبحانه وتعالى، وعلى بساطة وسلام القلوب الداخلي التي تنأى تماما بالدين عن الوطن، فالوطن لله والوطن الدين لله والوطن للجميع. يمكن نيافة الأسقف الأنبا يوساف أسقف برشيد الأقصر وأرمن كان له بصمات واضحة، وبرعاية الأب القس بلوباتير رزق راعي كنيسة الملاك في الجبل جمولة. أذكر يوم أن تم سيامة ورسم قبلها إيه؟ نعم؟ تفضل تفضل. يوم أن تم رسمه راعي لكنيسة الجبل جمولة حضر مجمع من الأباء الكهنة، فكان يحضرني تعليق لأحد الأباء بعد ما انصرف، فقال أنا حضرت احتفال برسم قس يرعى كنيسة في القرية، لم أستطيع أن أفرق بين المسلم والمسيحي. ويمكن على مدار طيب بشكر. نعم. خلينا أسأل خادم الكنيسة رفائيل مفيد. يا استاذ رفائيل اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، تشرفنا يا فندم. قول لي طبعا الصوره، ما انا لسه بقول صوره مبهره جدا في شهر رمضان، تقيم يعني هنا الكنيسه هو مأدبه افطار، يرفع فيها الاذان للدليل على التجانس والتماسك الشديد بين عنصري الامه بين المسلمين والمسيحيين. صورة مبهرة يا أستاذ رفائيل فعلا، يعني دايما بتعملوا ده كل سنة؟ يا فندم احنا قرية الجبل جمولة مركز الأقصر
احنا قرية تختلف عن كل القرى وعن كل يعني عن كل اماكن، عن مكان مختلف في مصر. احنا بتربطنا علاقات بيننا وبين اخواننا المسلمين، علاقات تعدت الوحدة الوطنية وتعدت الاخوة. احنا حاليا لا يفرق بيننا سوى المحرمات. احنا في كل حاجة مع بعض، احنا مجتمعين في كل حاجة مع بعض، احنا حتى في مشاكلنا الاسرية مع بعض، في مشاكلنا الشخصية مع بعض. فالكنيسة بتحاول تجسد القصة دي في حاجة بسيطة مثل حفل الإفطار، فبيكون أجل واجب ورد جميل لإخواننا وشركائنا في الوطن وشركائنا في بلدنا وجيراننا وإخواننا، أن يكون بمثابة رد جميل ليهم هذا الحفل البسيط اللي هو بيكون حفل الإفطار في شهر رمضان المبارك. طيب كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله جميعا نظل على هذه الصورة الجميلة والمبهرة اللي احنا شايفينها. ألف شكر.